خلينا نبتدي بعد إذن حضرتك. الأول المحاضرة بتاعتنا، التايتل بتاعنا Understanding the Spinal Cord Injury According to the International Classification of Functioning and Disability. أنا الحقيقة اخترت التايتل ده والموضوع ده بالذات علشان كان في حاجتين عايزين نفوكس عليهم ونإمفاسايز دكتورة مروة، عليهم. الساعة كام دلوقتي؟ الحاجة الأولى إنه احنا عندنا مازال في نوع من ال فين اللي هتاخده فين السكشن؟ نوع عندنا نوع من الميس اندرستاندينج شويه بالنسبه للسبينال كورد انجري، وبالنسبه للحاجه الثانيه المهمه introduction of the ICF model. الحقيقه هو مهم شويه لانه الفتره اللي جايه مصر اتصل بالدكتوره داخله، مروه خليها تيجي تلعبك. البلد داخله على ان احنا بننظم دلوقتي او بنحاول ننظم. اتفضل. استاذنك دكتور محمد خلاف. دكتوره ايمان، هو في حد تقريبا عامل ان ميوت وصوته بيطلع معانا في المحاضره؟ لو الهوست يعمل ان ميوت للكل يعني ممكن يا ريت يتعمل ان ميوت كده للناس كلها. شكرا دكتوره ايمان. فأنا اخترت الموضوعين دول لأنه تاني لما كنت أتكلم مع زمايلنا الكلينيشنز اللي هم في السوق كل يوم، أحس إنه في ميس أندرستاندينج للموضوع ده بالنسبة للسبينال كورد إنجري. بالنسبة للآي سي إف موديل، دلوقتي إحنا داخلين على حاجة جديدة، إنه كل الأكريديتيشن أورجنايزيشنز دي آر بوشينج ناو إن إحنا ندخل الجزء ده في المناهج بتاعتنا، ويبقى كل المرضى بيتعاملوا على من خلال او كل البرزنتيشنز اللي احنا بنقدمهم لمرضى معينين لديزيز معين لازم يبقى من خلال الاي سي اف موديل. فحبيت ان مصر تبقى ماشيه مع الموقف ده، واحنا ما نبقاش متاخرين في اي حاجه. بدايتنا النهارده بعد كده على بدايه يعني ايه اي سي اف موديل. فيرست الاي سي اف موديل يا جماعه، هو ده علشان يدينا common language framework علشان to describe the level of function of a person جوه ال environment بتاعتهم. ال ICF model ده developed أو found by the WHO في 2001 endorsed by 191 WHO members، مصر واحدة منهم. الاندورسمنت دي عملته كانه هو التوب فريم ورك علشان نتعامل مع الكلينيكال كيسز بتاعتنا. وي نيد ات بيكوز الدايجنوستس اللي احنا بناخده از نوت انف، از نوت انف ان انا اقدر احدد السيرفيس اللي احنا محتاجينها بالنسبه للبيشنت. اللينث اوف هوسبيتاليزيشن از نوت جيفن لما بعمل الدايجنوستس. The level of care and functioning outcomes is كل الحاجات دي ما بتبقاش موجودة وقت ما بس بنحط diagnosis للpatient. لو أنا عندي إحصائيات موجودة بالنسبة للـ diagnosis، how many patients do we have every like yearly having spinal cord injury, the causes behind that, but we miss something. We miss the levels of functioning and disability for those. اللي هو الجزء بتاعنا احنا كبي تي، احنا اللي بنتعامل مع اللوس اوف فانكشننج، واحنا اللي بنتعامل مع الديسابيلتيز اللي بتبقى موجوده مع العيان. الحقيقه الموديل ده adopted by the World Confederation of Physical Therapy، واحنا عندنا جامعه القاهره اعتقد ان احنا accredited from this organization. كمان الـ APTA والـ CAPTI اللي هي الـ Commission of Accreditation in Physical Therapy Education هنا في أمريكا، مفيش حد بيقدر إن هو يبتدي أي برنامج علاج طبيعي إلا لما يبقى عنده خطوات الـ Accreditation من الـ CAPTI. الـ CAPTI controlled أو الباص بتاعهم زي ما بنقول هو الـ APTA اللي هو الـ Physical Therapy Association American، وبالتالي هم مسيطرين تقريبا على كل حاجة. مفيش هنا برنامج بيطلع الا اذا كان معتمد من الكابتي. الكابتي دلوقتي عماله تبوش في الايديوكيشن، مفيش في كل المجالات نيورو اورثو كارديوبال جيرياتريكس، كلنا لازم نتعامل من خلال الاي سي اف موديل.
الاي سي اف موديل لما نبص عليه هو بيدينا الاول بيعمل كاتيجورايزيشن للهيلث كونديشن اند ذا بيشنت بروبلم باي كليرلي ديفاينينج ذا كومبلكس انتراكشن امونج ذا هيلث كونديشن امبيرمنتس activity limitation, participation restriction, and contextual factors. زي ما حضراتكم هنا شايفين في ال body structure and function. قبل ما اقول ال body structure and function وعندنا ال health condition دي الاول. دي الحاجة اللي احنا متعودين عليها ك diagnosis. هتكلم النهاردة عن spinal cord injury فاللي انا هحطه جوه ال box ده هيكون spinal cord injury. لما نيجي على body structure and function بتكلم على anatomical parts of the body like the organs, the limbs and their components. Body function بنتكلم على physiological function of the body systems. في الحالة اللي زي دي احنا شطار قوي في مصر في ان احنا نتعامل مع الجزء ده لما بيحصل مشاكل في body structure او body function بنتعامل مع impairments. كل problems اللي ممكن تحصل للindividual لو بتكلم على spinal cord injury it could be tetraplegia it could be paraplegia depending on the lesion فال patients دول عادة ما بيكون عندهم مشاكل انا اخشى بس ان انا اقول ان احنا للأسف في مصر still stuck عند البوكس ده بنتعامل اكتر حاجة مع برضة في الجزء ده ان احنا بنروح ناحية الجزء التاني اللي هو الاكتيفيتي اللي هو the execution of a task or action by an individual احنا شوية ما بنهتمش بده في الغالب بس هو ده الجزء الاساسي هو ده الجزء المهم the activity limitations the activity limitations دي اي difficulty the individual may have in executing a task or action. دي including what? Including the functional mobility. I mean ان انا بعد spinal cord injury محتاج اعمل transfers, محتاج اعمل walking, محتاج اعمل lifting, carrying objects. Activities of ADL, the basic activities of daily living like self-care activities, toileting, maintaining hygiene, bathing, dressing, eating, drinking, having social life. كل ده مهم جدا احنا شوية بن we don't pay much attention to it. الجزء الاخير اللي هو participation ده لو كان في مشكلة فاحنا بنبقى عندنا participation restriction والproblems ان الpatient او مش عايز اقول patient anymore لانه بنتعامل معاه دلوقتي على انه individual may experience مع involvement in daily life situations وsocial interactions. الكاتيجوريز اللي بتقع تحت الparticipation بتكون الhome management, work, job, school, play. كل الحاجات دي مهمة قوي لأنه عندنا في مصر في عيان مثلا spinal cord injury أنا أذكر إن أنا شفته في مستشفى الشرطة في يوم في 2011 بعدها شفته تاني في 2016 البيشنت اتنقل من اوضه في المستشفى لاوضه في البيت فاحنا ما عملناش حاجه تقريبا ما حسيتش بان في فرق بل المشاكل زادت اكتر من ما كانت immediately after the onset الانفايرمنتال فاكتورز دي الفيزيكال والسوشيال واتيتيودنال انفايرمنت عندنا شايفين في مصر في كونستراكشن كتيره قوي دلوقتي احنا عندنا حاجات كتيره قوي بنعملها فاتمنى انه يبقى عندنا الحاجات الديسابيلتي اكسس اللي تبقى موجوده عند الناس دي طول الوقت علشان يقدروا يتعاملوا في المجتمع البيرسونال فاكتورز دي الباك جراوند اوف ان انديفيدوالز لايف انكلودينج ذا ايج كوبينج ستايل سوشيال باك جراوندز كل الحاجات دي ممكن تبقى موجودة في personal factors هنشوف هنتعامل مع كل ده ازاي بس خلوني أقدم الأول spinal cord injury as a beginning spinal cord injury بيعمل sensory impairments بيعمل muscle weakness بيعمل spasticity الحاجات دي ممكن تؤدي إلى reduced range of motion وبالتالي impairment motor function مع immobilization
spinal cord injury ممكن يعمل respiratory dysfunctions وبالتالي عندنا impairment of breathing, impairment of coughing ده ممكن يعمل لنا life threatening problems. عندنا الاوتونوميك ديسفانكشن والهيتيريوتوبيك اوسيفيكيشنز اللي ممكن تحصل. الهيتيريوتوبيك اوسيفيكيشن هتؤدي الى امبيرمنت اوف فانكشن برضه, لكن الاوتونوميك ديسريفلكسيا دي الموضوع اكبر شويه. عندنا شويه حاجات ممكن تحصل زي السكشوال ديسفانكشن والانكونتيننس اوف ذا باول اند بلادر. وبالتالي لما بنبص على هنا هيبقى في جي اي تي ويو تي اي بروبلمز. فبالتالي احنا ده ممكن يعمل لنا autonomic dysreflexia, والautonomic dysreflexia is life threatening condition ممكن تحصل عند اي حد فينا في العياده وهو شغال مع اي patient, فلازم نبقى عارفين كويس قوي ال signs وال symptoms بتاعتها وازاي نديل معاها. الautonomic dysreflexia واحده من الحاجات السيفتي اللي بنشوف فيها المريض, فبالتالي خلي بالكم منها قوي لانه هي ممكن تيجي لاي عيان عنده T6 أو above. عندنا كمان بعد بسبب الموضوع عندنا peripheral vasodilatation وده ممكن يعمل DVT و pulmonary emphysema which is life threatening برضو. عندنا bradycardia, orthostatic hypotension. الحاجات دي كلها زي ما بحكي أنا جمعت كل الحاجات اللي هي life threatening هنا. تقريبا السلايد دي بتشرح كل حاجة على spinal cord. I'm missing something أكيد, لكن الغالبية بتاعة problems اللي انت ممكن تلاقيها مع spinal cord injury, كل life threatening conditions اللي انت ممكن تشوفها مع عيان عنده spinal cord injury. الحتة دي طبعا ده ملعبنا, فاحنا بالتالي احنا محتاجين نشتغل على ده اكتر حاجة, لكن لازم اخلي بالي من safety بتاعة patient وانا شغال معاه. خلينا نشوف احنا هنعمل ايه according لل ICF model. بالنسبة للجزء بتاع body structure and function احنا عندنا sensory loss, paresis or plasia according to the lesion, and then of course spasticity because it's upper motor neuron lesion, reduced range of motion, contractures, cardiovascular and pulmonary dysfunctions. الجزء التاني وده اللي مهم اللي انا عايز الفت انتباه الناس ليه, كلنا لازم نبقى عارفين الـ functional mobility problems, الـ ADL, الـ wheelchair activities, الـ problems اللي ممكن تحصل, الـ ambulation, هل انت الـ decision بتاعك هيكون ازاي؟ الـ decision بتاعك هتكون it's only therapeutic ambulation, ولا هتبقى household ambulation, ولا هيبقى community ambulation. في limits according to the level of lesion اللي انا هتكلم عليه دلوقتي. بقدر احدد بالظبط انا هقدر اعمل ايه. الجزء الاخير بتاعنا اللي هو participation بنتكلم على الهوم مانجمنت, الورك, جوب, سكول, بلاي اند كوميونتي, اند اوف كورس وقت الفراغ العيان ده هيقضيها ازاي, هل هنفضل على السرير طول الوقت ولا هنبتدي نتحرك. البيرسونال فاكتورز لايك ذا ايج, عيان ده هارد وركينج ولا لا, ويلينج ان تو تراي نيو اكتيفيتيز, and the psychological status of the patient. In environmental factors, family, medical, equipment, transportation, and community. كل ده هو جزء من disability اللي احنا في مصر احنا totally responsible for it. As a physical therapist, انت responsible في انك تشوف الequipments اللي موجودة عند العيان. هيحتاج wheelchair, طب انا هقرر wheelchair على اي اساس. الويلتشير ده هيكون power wheelchair, هيكون manual wheelchair depending on the level of lesion. عيان ده هيعمل transportation ازاي؟ في access في الكوميونيتي لكل الحاجات اللي هو محتاجها ولا لا؟ لما بروح مبنى معين, لما بروح مول, لما بروح school, هل هي مجهزة ان يكون فيها ديني مع disabled persons ولا لا؟ طيب how to assess الكلام ده؟ في الجزء الاول بتاع body structure and function احنا مين اللي بنعتمد على الاجيا امبيرمنت سكيل ده هتكلم عليه ان ديتيل, بس انا عايز حضراتكم تخلوا بالكم قوي من الاجيا امبيرمنت سكيل لانه هو ده الكي لكل اللي جاي. لو انا قدرت احدد الليفل اوف ليجن كويس كل حاجه بعد كده هيمشي حالها. اتمنى ان احنا نكون بدانا ندرس سبينال كورد انجري من خلال الاجيا لانه من غيره مش هقدر اتعامل مع البيشنت. في الجزء الثاني ممكن استخدم الفانكشنال ديبندنسي ميجر. كل دي الاوتكم ميجرز اللي موجوده عند حضراتكم دي ات كود بي يوزد, بس لو احنا
اهتمينا بواحد منهم هيكون كفايه زي الفانكشنال اندبندنسي ميجر. احنا اكشولي بنأسس الجزء ده بس في مصر، بنستخدم المودفايد اشور سكيل، بنستخدم المانوال ماسل تيستنج، لكن احنا ما الحقيقه ما بنهتمش قوي بالجزء ده خالص. اتمنى ان احنا نبتدي بيه، نبتدي نشتغل عليه. احنا هو مش للريسيرش، احنا شغالين بيه كويس في الريسيرش، لكن ستيل كلينيكالي احنا لسه مش قادرين نحط ايدينا على الحاجات دي كويس، لانه التفاهم ما بين الناس وبعضها لازم يكون من خلال الحاجات دي كويس. فهنبتدي نبص على الايجيا امبيرمنت سكيل. ده شكل السكيل، سكيل ده فري، اتس فيري ايزي، ما فيهوش اي مشاكل، احنا عارفين نعرف نتعامل معاه كويس. الاختلافات اللي موجوده فيه عن الريجولر كلها اختلافات بسيطه، لكن لو بصينا على السكيل هو بيديني اكزامينيشن للحاجات بتاعتنا اللي احنا عارفينها زي اللايت تاتش، فمن خلاله بقيس الانتجريتي اوف ذا بوستيريور كولوم اوف ذا سباينال كورد. عندنا البين بريك، ده بدايه الاكزامينيشن بتاعنا. البين بريك اكزامينيشن ده اللي هو السنسيشن اللي بيعتمد على السوبرفيشال سنسيشن، وبقيس الانتجريتي اوف ذا سباينو ثلاميك تراكتس. عندنا الجزء الثاني فيه اللي هو الموتور فانكشنز، عندنا كي ماسلز محتاجه فولو ذم. الموضوع برضو مش صعب ان احنا نتعامل معاه، حتى ايفن السنسيشن هم صحيح 28 كي موجودين، 28 كي بوينتس موجودين هنا، بس ستيل they are very easy to follow. الكي ماسلز اللي موجوده عندي هنا بنتعامل مع الابر اكستريميتي خمسه جروب اوف ماسلز، في اللور اكستريميتي انذر 5. الجزء الموجود بالاحمر ده انا حطيته بالاحمر لانه دايما ignored، اللي هو الفولنتري انال كونتراكشن والديب انال بريشر والسنسيشن الموجود في S4 and 5. لو حضرتك بصيت على الصوره هنا، الصوره دي بتوضح لك فين الاماكن اللي حضرتك هتروح تعمل فيها الاكزامينيشن بالظبط. هل انا محتاج ان انا اعمل كل الاكزامينيشن للاريا دي؟ لا، هي جاست البوينت دي. الدايركشنز بتاعت ان انا استخدم السكيل ده بتقول انه about 1 سنتيمتر على البوينت دي. هل انا محتاج احفظها؟ لا، مش محتاج تحفظها لان الصوره هنا موجوده كلها بتوضح لك كل حاجه. فالقصه كلها انه انا معايا ورقه واحده بس هتعامل بيها. الورقه دي لما هشتغل فيها كل الانفورميشن اللي انا عايزها. حتى السكيل اللي احنا هنشتغل عليه في الموتور موجود، السكيل اللي هشتغل عليه في السنسوري موجود. عليك مش هتتعب في حاجه غير انك انت محتاج تطلع the level of the lesion accurately. الحقيقه انه الجزء ده ال voluntary anal contraction وال deep anal pressure الاثنين دول crucial. انا ما اقدرش اكمل من غير ما اكون عارف الجزء ده، لان ده هيحدد لي ال lesion اللي موجود عندي ده is it complete lesion or incomplete lesion. الرهاب بتاعت ال incomplete lesion مختلفه تماما عن الرهاب بتاعت الكمبليت ليجن. طيب خلينا نبتدي بالسنسيشن الاول. وي هاف 28 كي درماتومز هنشتغل عليهم. علشان تبتدي مع اللايت تاتش، احنا قلنا ده هيقيس الانتجريتي اوف ذا بوستيريور كولن، محتاج بيس اوف كارن لايك ذس وان، سامبل جدا. محتاج البمبريك، هنستخدم السيفتي بن لان انا محتاج اعمل differentiation ما بين ال sharp feeling وال dull feeling. لو انا عندي missing العيان he is feeling the pinprick تمام، بس is not able to differentiate between the sharp and the dull، ده simply كده هنقول انه ال pinprick sensations is absent. فهو مش مجرد ان انا عارف ان انا اعرف ال sensation، لكن انا محتاج كمان اعرف الفرق ما بين is it being sharp or being dull. لازم حضرتك تبقى ال consistent جدا في ال pressure بتاعك. احنا هنبوك one time، ما احناش هنفضل نعمل repeat، نفضل نشك العيان، لا هي مرة واحدة بس. بس انا محتاج اعرف الفرق is it sharp or dull. بنستخدم 3 point scale. It could be zero لما يبقى absent، one لما يبقى impaired، واثنين لما يبقى normal. احنا مش هنرضى باقل من هنا، من اقل من النورمال علشان اقدر احدد الليفل اوف ليجن.
اوكي تعال نبص على واحد من العيانين علشان اقدر احدد السنسوري ليفل بتاعه. حضراتكم بصيتوا على الصوره هنا، في الصوره هنا الميجرمنت بتاعت البمبريك واللايت تاتش. The patient is normal C2, 3, 4, 5, 6. This on the right side هيبقى كمان normal مع C7. On the left side, same thing, light touch is normal up to C7. لكن لو بصينا على ال pinprick sensation احنا عندنا up to C6. وبالتالي لما اجي احدد ال level of lesion انا مش هاخد 2 مش هاخد 1، مش هاخد on this side. بس لو انا هحدد individually على الرايت سايد لايت تاتش، وده يعني ريرلي جدا لما بيحصل، احنا عايزين ناخد حاجه للاثنين مع بعض. فانا هبص هنا تحت في السكيل هتلاقي السنسوري ليفل بتاعنا C6 وعلى الليفت سايد هيبقى C6. بالنسبه للجزء ده السنسوري ليفل تاني احنا ما بنرضاش باقل من ان هو يكون نورمال. فانا لما بقول ان انا البيشنت بتاعي C6 spinal cord injury sensation, it means ان البيشنت has the normal sensation at the level of C6. اوكي طيب بالنسبه للجزء الموتور عندنا 10 key muscles، 5 في الابر اكستريميتي 5 في اللور اكستريميتي. لما بنيجي نشتغل على المانوال ماسل تيستنج بنشتغل from rostral to caudal. احنا خلي بالنا انه ما ينفعش ان انت تبتدي بالعكس، فاحنا لازم نبتدي الاول على السنسيشنز. الماسل تيستنج بتاعنا ببتدي من فوق من C5 في الاول. كل التست had to be done in supine lying position، وده مش زي الجزء بتاعنا بتاع الريجولار مانوال ماسل تيستنج، تمام؟ لانه البيشنت از ان ذا اكيوت ستيج، ده هيخلينا نقدر نعمل كل حاجه لانه ممكن يبقى في ريستريكشن على الموبيليتي بتاعت البيشنت. بنستخدم واحنا بنعمل مانوال ماسل تيستنج بنستخدم البريك مانوال ماسل تيستنج، ما بنستخدمش الميك مانوال ماسل تيستنج. الميك مانوال ماسل تيستنج وده اللي احنا اتعلمناه في مصر للاسف هو ما هوش ريلايبل. كل الستادز اللي اتعملت عليه ما بتديناش ريلايبيليتي عاليه، وبالتالي كل الناس بتشتغل على البريك ماسل تيستنج. ويا ريت ده يكون موجود في الـ في الـ في الاديوكيشن سيستم بتاعنا انه خلاص الميك ما بقاش هو ده اللي بيستخدم ات اول. الفرق ما بين الاثنين انه في الميك احنا بنعمل الريزيستنس في جريد 4 and 5، بنعمل الريزيستنس بتاعتنا ثرو اوت ذا رينج فروم ذا بيجيننج تو ذا اند. البريك الريزيستنس بتاعتنا بتكون اونلي ات ذا اند اوف ذا رينج هنستخدم ال 6 بوينت سكيل بتاعنا العادي خالص اللي هو من 0 تو 5 بالنسبه للمانوال ماسل تيستنج من غير بلس اور ماينس، تمام؟ خلي بالك من حضرتك من السبستيوشنز. لو انا عندي بيشنت ات ذا ليفل اوف C6 معناها انه C6 intact، فهم عندهم الريست اكستنسورز intact. لما تيجي تعمل تيستنج للفينجرز فلكسورز البيشنت لو عمل اكستنشن في الريست هيجيب معاها فلكشن في الفينجرز، وبالتالي الموضوع ممكن يبقى ده نوع من السبستيوشن اللي احنا مش عايزين نستخدمه as testing يعني. لما تيجي تحدد الموتور ليفل حضرتك بتبص على المانوال ماسل تيستنج. هنا البيشنت بتاعي واخد البو فلكسورز، ده اخد 5 اوت اوف 5. الريست اكستنسورز C6 اخد 4 اوت اوف 5. الالبو اكستنسورز هنا عندنا اخد 3. طيب يبقى انا لازم اختار at least grade 3، بس بشرط ان يكون المايتوم اللي فوقيه على طول يكون جريد 5. طيب يبقى البيشنت اللي قدامي هنا انا لما اجي ابص عليه دلوقتي هلاقي ايه؟ انه انا عندي 3، هم قالوا at least grade 3، المفروض ان انا اخد C7 ولا اخد C6؟ لا انا هاخد C6 لسبب واحد بس، ان الدرماتوم المايتوم اللي فوقيها على طول جريد 5. بالتالي يبقى الليفل بتاعنا هنا الموتور ليفل بالنسبه للبيشنت بتاعي هو رايت سايد هيبقى C6. الليفت سايد مش باين في الصوره بس هو كان C7، لكن لما اجي احدد individual general one single neurological level of this patient هقول ان هو C6.
ده بيشرح تاني يعني ايه نيورولوجيكال ليفل. ده الموتور at least grade 3 السنسوري لازم يبقى intact علشان تقول ان ده complete or incomplete spinal cord injury. في sacral sparing ولا لا؟ يعني ايه sacral sparing؟ يعني في light touch sensations at S4 and 5, pinprick at S4 and 5, في deep anal pressure وفي voluntary anal contraction. اي واحدة من دول is enough ان انا اقول انه ده incomplete spinal cord injury. Without any sacral sparing فهو ده complete spinal cord injury. The zones of partial preservation انا هروح لها لو انا بتكلم على حاجة complete spinal cord injury. غير كده لا. في ال incomplete already انا عرفت ان في sacral sparing وبالتالي خلاص مش هروح خالص للجزء بتاع ال sacral sparing. The zone of partial preservation اوكي فهمت. السلام عليكم دكتور. بالتالي اقدر احدد الكومبليت انجري. دكتور محمد انا عندي اجيا مور اي ذا كومبليت انكومبليت انجري اجيا بي سنسري. الفرق ما بين الاثنين كبير. في بس سنسيشن هنا. الانكومبليت انجري انا عندي اجيا سي ده موتور كومبليت. More than half of the muscles have grade less than grade 3 out of 5. Will AGD motor incomplete with a function at least half of the key muscles more than grade 3. The treatment بتاعنا دي الشارت ده هيوضح لك كل النيورولوجيكال انترفينشنز اللي احنا بنعملها. خلي بالكم في واحدة من الارتكلز اللي هي اتنشرت في مجلة الجورنال اوف نيوروفيزيكال ثيرابي بتتكلم على الـ augmented interventions. هي anyway مش هيتنفع قوي مع الـ spinal cord injury. مفيش حاجة من دول هنقدر نستخدمها. بس هو الـ neuromuscular electrical stimulation could be used مع الـ incomplete spinal cord injury. لكن بقية الحاجات مش هينفع نستخدمها مع الـ spinal cord injury anymore. هي مش contraindicated بس we have to move forward. كل الحاجات التانية ممكن حضرتك تسلكت from. Okay. خلينا نقول هنا مثلا هشتغل على الـ compensatory interventions ولا restorative interventions. Asia ABA A and B محتاج ان انا اشتغل على الـ compensatory mechanisms. في مثال هنا مثلا C6 patient محتاجين الـ elbow extension فانا ممكن استخدم الـ deltoid والـ anterior clavicle او الـ clavicular head بتاعت الـ pectoralis major علشان خاطر نقدر نعمل elbow extension. دي واحدة من الـ strategies اللي انت بتعلمها للـ patient بتاعك. بتستخدم التينوديسيس جراسب بتستخدم المومنتم فدي كلها موفمنت استراتيجيز بنعملها علشان نقدر نتعامل مع البيشنتس دول. ايجيا سي ان دي دول اوف كورس دول انكمبليت وبالتالي احنا هنشتغل على اكتيفيتي بيزد انترفينشنز تعلم العيان تو بيرفورم ذا فانكشنال تاسكس يوزنج نورمال موفمنت استراتيجيز. استخدم البادي ويت support مع الـ treadmill training في الـ mobilization في الـ ambulation بتاعتنا. آخر سلايد معايا هنا أنا هتكلم على generally الـ treatment بتاع الـ spinal cord injury. أنتوا شايفين إن الحكاية كلها متلخصة هنا بس أنا عايز أقول إنه يا ريت نطلع بره البوكس ده. إحنا مهم جدا basic جدا لازم نشتغل عليه كويس قوي علشان من غيره مش هقدر اعمل حاجه في الاكتيفيتي بيزد انترفينشنز. بس محتاجين نطلع بره دي محتاجين نطلع بره الاسترتش والسترينث. دي الجزء بتاع الامبيرمنت سبيسيفيك ده كومبليتلي امبيرمنتس تمام لكن ما هوش ده الاساسي. الاساسي هنا انه العيان ده يرجع انتجريتد في الكوميونتي. اخر حاجه انه كيرفول اكزامينشن اند ايفالويشن اوف امبيرمنتس activity limitation, participation restrictions, which are the components of the ICF model, enable the therapist to identify the movement deficiency to target during rehabilitation. It's not only impairments, it's also mentioning activity limitations and participation restrictions. Identification of the motor and sensory level of injury and the American Spinal Cord Injury Association impairment scale classification low A, B, and C, and D are the fundamentals of good spinal cord injury rehabilitation. The NDT, we, LPNF, the development of traditional treatment approaches based on the available science,
in the early decades of our professions. كل الحاجات دي اتعملت زمان في الستينات. We have to move forward. We have to embrace the advancing rehabilitation sciences. Stop using those for even strokes. They are passive techniques. We have to move forward to the active participation of the patient. And thank you. Thank you so much, Dr. Muhammad Khalaf. والله احنا استمتعنا جدا.